الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الكرام العالم في رحلته نحو الحضاره وفي رحلته في مسيرته في هذه الكره الارضيه يمر ببعض المراحل التي بعضها يكون فارقا ينقل المجتمع او ينقل العالم او ينقل الناس الى مرحله اخرى لم تكن معهوده من قبل في تاريخ البشريه مر الناس ببعض هذه المخترعات التي كانت سببا لتحول نقطة تحول في تاريخ البشر على سبيل المثال اكتشاف قوة البخار كان هذا الأمر سبب في قوة صناعة سبب في قوة سرعة انتقال يعني اخترع الإنسان الآلة واخترع الإنسان اللي استخدم هذا في وسيلة الانتقال بسبب قوة البخار قوة البخار ده جعل الانسان بدل ما كان متعود من اول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض الى هذه اللحظه التي اكتشفت فيها قوه البخار كان الانسان يتحرك اما سيرا على القدمين او يركب دابه الجمل يركب الفرس لكن بهذه القوه الهائله الانسان استطاع ان يطوي الارض بسرعه اكبر وانه بدات هناك اسئله تثور في الذهن، الحياه اختلفت عما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما قبله وفيما بعده، لانه بقى في وسائل في قطار بعدها في طائره في في سياره صنعت طائره الى غير ذلك. كذلك الانسان في صناعه الكمبيوتر والانترنت الذي غير مجرى العالم. وحول الحياه بسبب هذا التلاقي وكميه المعلومات التي يتم نقلها في الثانيه الواحده او في اقل من ذلك، اصبح الانسان الان يمكنه باله بسيطه يحملها في جيبه انه يعمل بث مباشر لاي واقعه تقع في الشرق والغرب والعالم كله يشوفها. كل هذا غير من حياه الانسان، حول من طبيعته. مما بدا يظهر في الفتره الاخيره ما عرف باسم الذكاء الصناعي قبل ذلك الانسان بيدخل في بعض المواد اللي بيضعها وبعدين ياخذ منها او زي وسائل البرمجه التي كانت معتاده لكن الانسان الانسان الان الانسان يضع معلومات يغذي بها هذا هذه التطبيقات وبعدين يخرج بنتائج للمستقبل او يخرج بنتائج عن الماضي اصبح الامر مختلف الأمر أكثر تطورا، الأمر أكثر تعقيدا. ما أود الحديث عنه هو ما موقفنا من هذه التطبيقات؟ الإسلام لا يمانع أن تستخدم التكنولوجيا الحديثة لكن فيما ينفع. احذر أن تستخدمها في معصية. استخدم يعني أحد التطبيقات للذكاء الصناعي مثلا أنك بالإمكان أنك تأخذ هذه التطبيقات تأخذ صورة ثم تجعلها، كان من الصعب عن طريق وسائل الفوتوشوب القديمة، لكن الآن من السهل عن طريق تطبيق يسير في يد الناس وبيسهل تعلمه إنك تركب هذه الصورة أو إنك تعري هذه الصورة ويعطيك في النهاية نتيجة مقاربة للحقيقة. هذا أمر فيه خطر، لكن ماذا لو استعملته في مجال العلم؟ في تلخيص كتاب. أمامك موسوعة، تريد البحث عن موضوع معين فيها. تريد الوصول إلى فكرة استخدمت هذه هذا الذكاء أو هذه التطبيقات الجديدة في تنمية مهاراتك في الوصول إلى كم معرفي في تطوير ذاتك في تطوير وسائل الدعوة في تطوير وسائل التعليم في تطوير العلاج إلى غير ذلك من هذه المنظومات وبالتالي أقود مرة أخرى إلى قولي إن وسائل التواصل الاجتماعي لها ما لها وعليها ما عليها لكنك في النهاية اخي المشاهد سوف تقف بين يدي الله تعالى لتحاسب على كل دقيقه اضعتها دون فائده لان هذا العمر انما هو مسؤوليتك انت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بانه لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه عن شبابه فيما ابلاه عن علمه ماذا عمل فيه عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه فلا تضيع شبابك في هباء ولا تضيع فتره عمرك فيما لا ينفع انما جد واجتهد وحصل وحقق هذا العلم وكن نافعا لدينك ولنفسك ولأمتك ولوطنك ولأسرتك كن سببا لفخرهم ولا تكن سببا لتحطيم امالهم ايها الشاب عندما تستخدم مثل هذه الوسائل التكنولوجيه الحديثه التي كانت عسيره من قبل واصبحت يسيره سهله يمكن للإنسان ان يتعلمها وأن يستخدمها بسهولة شديدة. الأشياء التي كانت تحتاج إلى برامج معقدة أصبحت تستخدم على الهاتف، في الجوال، الموبايل نفسه، أصبح يمكنه أن يستخدم هذه الوسائل. حاول أنت أن تستفيد منها، لا أن تضيع وقتك فيما لا ينفع. وبالتالي لا مانع عندنا من استخدام هذا التطبيق، لا مانع من استخدام هذا الذكاء، لكن حاول أن تستثمره فيما ينفع، ولا يكن ذلك عبئاً عليك ولا على مالك ولا على أسرتك. ولا على دينك واتق الله سبحانه وتعالى واياك ان تشيع ما لا يحل حتى لا تاخذ ذنبا عليه وذنبا على كل من شاهده او دعمته في صناعه الشر اسال الله العلي القدير ان يغفر لنا ذنوبنا وان يتوب علينا انه سميع قريب مجيب الدعوات سلام الله عليكم ورحمه وبركاته